نحن ما كنساو بدنا عندنا 50% ديال الاميه في المغرب كنساو راه عباد الله الشيخ 50% راه 60% من المغاربه اللي كيتفرجوا في التلفازه راه مستنين من الحق في التلفازه حيت ملي كيجيهم وزير تيقول لهم طبعا نحن في اطار الاستراتيجيه المندمجه المتكامله نعمل على ترجمه وتنزيل هذه اش غادي يفهم اذا شو كتفهم هذه المراه ولا هذا الراجل كتفهم غير عباس انت اللي قتلتي الخادمه انت اللي قتلتيني لا انت انا بغيت نتزوج بك انا طلقتها انا ما عندي ما ندير بها تلقى لي فيها عفيف مركز حيت هذا كيهضر معاهم بلغتهم ولكن ملي كيجيو البرامج البناءه اللي خصنا نبنيو بها الانسان المغربي تلقاو راسنا كنهضروا بلغه تستثني هاد 50 ولا 60% ديال المغاربه إن المشاريع بحال هكا خصها تبسط أكثر وموازاة مع هذا يجب القضاء على الأمية إذا اليوم شنو دارية في الأمية ما دارت شي حاجة شنو دارت بسيطة غير حنايا كنبدعوا وكنجتهدوا ومستوانا عالي في الأرقام والإحصائيات إذا جلستي مع ثلاثة الوزراء وكنتي كتناقش معاهم وكتشرب قهوة وكتكلم أنت وياهم كيعطيوك إحصائيات يسحبك راه المغرب رجع السويد رجع السويد تتقولوا خصك تقول هادشي اللي كديروا راه الناس ما عارفينش تخرج للمغرب الواقعي كتصدم عاوتاني كتقول شكون اللي كيكذب شي حاجه ماشي هي هادي الواقع مر والاحصائيات والارقام والوثائق الورقة النظري حيت باش يمكن لي انا نتاكد راه كنمشي للواقع نشوف دور الصفيح القضينا حنا المدن دور صفيح ما بقالناش لان مدينه كذا صفر دور صفيح الدار في المدينه في الفيدور راه دور صفيح فين ما مشيتو موجودين ميكا قضى على ميكا مازال هادشي باش نبين لكم هاد الامثله خارج على الموضوع اي باش نبين لكم انه كاين لغتين كاين لغه المغرب اللي عليه الاضواء وكاين المغرب الواقعي كاين المغربي درجه اولى وكاين المغربي درجه ثانيه نهار ناخذوا المغربي درجه ثانيه ناخذوا بعين الاعتبار ونبقاو نفكروا فيه ونقولوا المغاربه كلهم سواسيه كاسنان المشط وكلنا خصنا يكون الهاجس ديالنا كل المغربي هذاك اللي في الجبل ملي كنت نهضر معاه خصني يفهمني ملي كنبغي نهضر معاه على موضوع خصني اللي في الجبل يفهمني هذاك اللي كيعدو التليفون باش يلقى الشبكه تيطلع راه الجبل ويعلقوا في الشجره باش يكون عنده هذاك راه هذاك راه خصني ندخلو لعندي نوريه شنو كندير يبقى طبعا في ارضه ولكن خصني نوصل له هادشي اللي كنعيش ما يحسش براسو مستني وبالتالي يكون غير واحد المنطقه خاصه به ما دخلش في 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 المنظومه الشموليه ديالنا من ناحيه لا الترابيه ولا المجاليه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا الانسانيه ولا ولا ولا, ولا الى اخره اذا هذا هو اللي تنقصد بالسريه باش ما نديروش الفتنه والا نتعاطوا للموضوع واحد الشركه فيها اكثر ونتكلموا نقولوا فلان العروض ديالهم المطالبات ديالهم هما هذه المجتمع فلان فلاني الجمعيه فلان فلاني هاش قالت المجتمع ونوضحوا للناس بان هادو راه فقط طلبات راهو كينادم ومن حقهم وحنا غادي نجمعوا هادشي كله ونوصلوه لصاحب الجلاله باش من بعد غادي نحتكموا له ونشوفوا ديك الساعات المرحله المقبله هذا هو المقصود بوغ النسب النسب راه ثاني مشكله كبيره عندنا تتكلموني على الزواج ديال الفاتحه وتسولني الطالبات تقول لي واش هذاك الابن شرعي طبعا شرعي بنتي راه غادي واحد 40 50 عام 60 عام ما كاينش الزواج بالعقد راه كاين الزواج بالفاتحه هذا هو الزواج الشرعي 60 عام 70 عام ماشي اللي كان الزواج 80 عام كاع نمشي معاكم باش ما تقول لي شي وحده لا انا العقد هذا 60 عام الزواج عندي العقد راه 70 80 عام يلا 90 عام حيت كان الراجل عنده كلمة جو مغابيل تخي بيان كون جيتي اتيديون اون بخومييغ اني دغوا جافي تي اتيغي جافي تي فريمون انتربولي باغ اون ان بروفيرب دو كي لو سيفيليست واش انت حتى داك التليفون تفكري معايا اون لي لي زو اون لي لي بو تقري معايا بجوج راه حيت تقري معايا بجوج باغ لو كون اي لي زون فين هما لي زون باغ لو كون فين هما موجودين هاو الو شحال هادي كان الراجل عنده الكلمه دابا ما بقاتش الكلمه الكلمه ما بقاتش اذا كان خصنا ندخلو كان المشرع خصو يدخل باش يحمي المراه ويحمي الاطفال الحقوق ديالهم ضد واحد الراجل اللي ما بقاش عنده كلمه اما كان قبل كيزوج بالفاتحه كيعطيها الصداق شهاده الشهود هناك اشهار توكل على الله
من بعد عام عامين كيرد لها داك المرأة ولدها ولا بجوج الاولاد وتيقول لها علامة في خيرك ركبي، انا ما مجوجش ليك، انا ما عمري تجوجت ليك. انت خصنا نفكروا كيفاش نحميو هاد الناس، درنا لهم عقد. قالك اسيدي الوسيلة الوحيدة التي تثبت علاقة الزواج هي عقد الزواج. إذن الطفل اللي تولد بدون خارج طبعا هو ولد شرعي إذا كانت الشروط صحة الزواج متوفرة، اللي هي المهر يعني الصداق والشهادات شهيدين والأهلية ديال الشخصية اللي غادي تعطي يعني القبول الإجابة والقبول. إذن طبعا هذاك الطفل شرعي. أما بالنسبة للنسب والناس اللي تولدوا بدلوش الفاتحة طبعا راكين في الفصل 400 مدونة الأسرة، فصل كيف فتح المجال للمذهب المالكي فتح الباب على مصراعي. اشنو هو تيقول له في الى مشيت لمدونة الأسرة غفلات نقطة من نقط ما درجاتهاش اللي تتعلق بالأسرة غادي نرجعوا للمبادئ المبدأ العام والمبادئ العامة والقواعد العامة ديال الإمام مالك. الإمام مالك تيتقال بأن الزواج راه صحيح وبالتالي الوليدات كاينين، فالمحاكم اليوم اللي كانت عندها جرأة بعض المحاكم تقول لك انا ما انتظرش انا الحكومه تخرج لي عاود تفتح لي الاجال ديال سماع الدعوه ديال التوبه الزوجيه، ما عنديناش انا عندي الفصل 400 كيحيلني على المبادئ والقواعد العامه ديال المذهب المالكي، انا غادي نقول راه الشروط متوفره للزواج ان هناك صحه زواج ان اعترفوا بالزواج ويعتبروا هذا الحكم عقد زواج واكثر رسميه من العقد الرسمي، لان في الاوج ديال العقود الرسميه هو الحكم راه عقد رسمي. إذن هاد المحاكم حلوا المشكل في حين ان الحكومه راه جالسه من 2019 فاش حبست هاد الاجال، والناس في الباديه راه مازالين كيتزوجوا بالفاتحه ومازال كيولدوا وليدات ومازال. لحسن الحظ ان المشرع ايضا في حال في الموضوع ديال الحاله المدنيه كانت عنده جرأه اكثر وفتح المجال ان دير له العقد الزياد ديالو، انه يتقيد في المدرسه، انه يدار له البطاقه الوطنيه ودار له جواز السفر ديالو الى اخره، يعني ما نعرفلوش. اما راه قبل كنا كلشي واقف، الولد عنده 18 عام عنده التواثيقه، علاش تتزوج بالفاتحه؟ اذا انا بالنسبه لي الهاجس الاساسي في العمل اللي خصنا نقوموا به هو التعديل ديال مدونه الاسره، ونعرفوا باننا نتفقوا على هذه الحاله، واش حنا مسلمين؟ حيت إذا كنا مسلمين راه المبادئ ديالنا واضحة. إذن لي مسائل اللي هي ما فيهاش النقاش راه ما فيهاش النقاش، والمسائل اللي يمكن يكون فيها اجتهادات يكون فيها اجتهادات. غير هنا الحدود ديالنا حنا الناس ديال القانون، هنا كيدخلوا أصحاب الدين اللي هما اللي غادي يتحملوا المسؤولية ويقول لك التعصيب واش غادي نحيدوا للأعمام وابناء الاعمال والاخوه ولا غنخليو. انا بعدا ما نتكلم ما نقول حتى كلمه في هذا الموضوع هذا، لا والو لا حيت اختي لانه المجال راه حتى القران اعطى نصف اللي كتكون بنت وحده والثلثين اذا كانت اثنتين، وما تكلمش ما قالش هناك عصابه، ولكن جات السنه كملات. إذن هادو الفقهاء ديال الدين هما اللي غادي يجيو يقولوا لك واش غادي نستمروا في هادشي ديال التعصيب وتبقى الذكور كيدخلوا باش يعصبوا أو لا، وهادو هما اللي كيتحملوا المسؤولية. هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى. النقطة الثانية هي ديال التعدد أو التعديد، حتى هي المصدر ديالها هو الشريعة الإسلامية. إذن ما يمكنناش حتى حنا عاوتاني ننزل القانون نتدخلوا فيها، لأن خصنا نرجعوا للناس اللي غادي يشرحوا لنا مثنى وثلاثة ورباع اشنو هي؟ واش متعلقة غير باليتامى؟ واش ما عندهاش علاقة باليتامى؟ واش يمكن لي زوج بالتالية وثالثة واخا ما تكونش يتيمة؟ واش لا؟ تا تيكون يتيمة حيت هذا هو الشرط. إذا هما اللي غادي يعاودوا يتحملوا المسؤولية ويقولوا واش يمكن لنا كاين فين نجتهدوا ولا ما كاينش فين نجتهدوا. هذوما النقط الحساسة بجوج اللي في رأيي أنا الناس ديال الدين اللي كيتسموا يعني بواحد الوسطية واحد يعني اللي كنتسموا بالدين ديالنا ديال المغرب هما اللي غادي نقول لهم يحسموا في هذا الموضوع. ولكن تبقى دائما المبدا الا كنا مسلمين تيخصنا نتبناو المبادئ ديالنا ديال الدين، ولا قلنا حنا ماشي مسلمين ولا نص نص راه ما خرجناش هذه القضيه. وواحد النقطه اساسيه الله يكثر خيركم الى تحسين السيده الرئيسه وغادي
نسكت بالمس نحس بك الوقت هي هادشي اللي وقع في فلسطين بيننا الحقيقة ديال هاد البلوغ اللي تيجيو يتكلموا لنا على حقوق الطفل وتيكونوا تيتكلموا لنا على حقوق المرأة ديال تيقولوا لنا حنا المرأة الأمن بنتنا الحقيقة ديالهم ملي كنشوفوا 11000 ولا 12000 نص ديال القتلى أطفال هل هاد الناس يهمهم حقوق الطفل دونك إذا ما يجيش يدخل لي أنا في بلادي بديني أنا عندي ديني اللي كنعتز به واللي رسم لي جميع الخطوط ويجي يقول لي ها شنو غادي دير للطفل ديالك إذا خصنا تكون عندنا قناعة بالهوية ديالنا بالجذور ديالنا بالقيم ديالنا بالأخلاق ديالنا وبديننا بكل بساطة مع الحفاظ على الانفتاح ديالنا يعني نكونوا متشبعين بديننا وننفتحوا لأن هذه هي الخاصية التاريخية ديال المغرب لأن شوف جغرافيا فين جينا داك الانفتاح على أوروبا خلانا نكونوا منفتحين ثقافيا ولكن ما نساوش الأصل ديالنا باش ما نبقاوش نقلبوا غدا دابا بحال الغراب اللي بغا يتعلم يمشي ديال الحمامه صدق ما تعلمش يمشي ديال الحمامه ونسى المشي ديالو هادشي اللي غادي يوقع لنا حنايا غادي نسبحوا في الهويه ديالنا وفي الدين ديالنا وغادي نمشيو نبقاو تابعين هذا الغرب بالانفتاح حتى لقاو راسنا سمحنا في الدين ديالنا ما رجعنا اوروبيين وغربيين منفتحين 100% ما بقينا محافظين على الدين ديالنا 100% فهادو خيارات اللي خصنا نقرروا فيهم ونحكموا بهم في بلادنا وهذه المسطره اللي كانت فيها استفتاء يكون احسن وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.